اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التاليه، ومحطه جدا مهمه اليوم في عالمنا وبتربيه الاطفال، ومسؤوليه كثير كبيره. صحيح نور، مثل ما قلتي مسؤوليه كثير كبيره، ويمكن تحت الهواء كنتي عم تدردشي مع الضيفه وعم تقولي انه الطفل هو اساس طبعا بيعكس كيف اهله وكيف بيربوه وكيف بيتعاملوا معه. صحيح. واليوم بفقرتنا الخاصه رح نحكي اكثر عن مفهوم التربيه واثر التربيه على السلوك وبعض القواعد والنصائح مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستوديو الاستاذه نسور عصام صافيه، وهي مدربه تنميه ذاتيه. اهلا وسهلا وينعاد عليكي بكل خير وصحه. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباح المشاهدين وانتم بالف خير يا رب. اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه لما بدنا نحكي عن مفهوم التربيه، مفهوم التربيه واسع جدا، لانه اختلاف التربيه والبيئه والمجتمع واختلاف العصر، يعني اختلاف الجيل كله بيلعب دور. خلينا نبسط شوي لكل الناس اللي يعني يتابعونا والاهالي، اللي هن نقطه التحول الاساسيه في كل تربيه اليوم. حقيقه هو مو مفهوم التربيه مثل ما بيعرفوه للاسف اغلب الناس، انه هو انا عم طعمي ابني وعم شربه. ما هي كل الكائنات الحيه بتحتاج لطعام وشراب، هي رعايه انا بقدمها، ولكن هي التربيه الحقيقيه هي هندسه كامله متكامله وقواعد اساسيه لتعديل السلوك، لزرع القيم، لزرع القواعد، نقدر ننشئ جيل بالفعل هو جيل واعي قادر على تحمل المسؤوليات فيما بعد. صحيح. طيب استاذه نسور، يعني دائما نحن بنسال انه هذا السؤال الجدلي، انه في كثير ناس مثل ما قلتي حضرتك عم طعمي وعم شربه، بتعتقد انه العنايه او الرعايه هي بس تقتصر على تامين الحاجات الاساسيه للطفل. هلا نحن ما بننكر انه هي شيء مهم واساسي، وهرم ماسلو بيقول اذا الشخص ما اكتفى من القاعده الاساسيه اللي هي الاكل والشراب ما بينتقل ليبلش شوي شوي يفكر بتطوير ذاته. طيب كيف انا ببدا اقدم هي الرعايه وبنفس الوقت اعمل عنايه للطفل؟ لحتى نحن نقدر نفهم مفهوم التربيه كلياته بشكل كامل، نحن لازم نقسم المراحل العمريه تقسيمات نقدر نعرف شو هي اهم الاحتياجات، شو هي المخاطر، شو ممكن انا اقدم بهي المرحله العمريه. فكل 3 سنوات نحن بنعتبرهم مرحله عمريه، ولو هي التربيه، يعني نحن بدنا نقول انه حتى ما قبل الانجاب هو تربيه واعداد للاهل. صحيح. بس نحن خلينا نبلش من مرحله من عند الولادة ل3 سنوات. هي المرحلة بالفعل هي مرحلة الاحتياجات الفسيولوجية للجسم، وهي مرحلة الطعام والاهتمام والرعاية وتقديم المحبة للطفل. يعني الأم مطلوب منها بهي المرحلة هي تقديم المحبة، حتى وقت بمرحلة الرضاعة ومرحلة الحمل هو بحاجة لا يسمع دقات قلبها، ليحس بالطمأنينة، تقدر تقدم له الحب. نحن هون عم نزرع قصص الشخصية لهذا الطفل. في دراسة أجروها ببريطانيا على 100,000 طفل، صراحة في أطفال خلوهم مع أمهاتهم بهذا العمر تحديدا، وفي أطفال لا أبعدوهم عن أمهم، وخصوصا بمرحلة الفطام كانت مرحلة قاسية، بمرحلة التبول لا إرادي عند الأطفال كانت مراحل هي كتير قاسية لإلهم، وتم التعنيف هذا الطفل. لقوا أنه الأطفال يلي تم الاهتمام والرعاية وهو كان قريب من أمه دائماً وعم تقدم له المحبة وعم تقدم له الاهتمام، هن الأطفال أكثر انضباط انفعالياً، يعني قدرانين ينضبطوا انفعالياً، ما في عندهم نوبات غضب، ما في عندهم نوبات عنف، ما في عندهم نوبات عناد. والأطفال يلي ما تلقوا الرعاية اللازمة بهي المرحلة كان في عندهم نوبات غضب، كان في عندهم نوبات انفعال، كان في عندهم نوبات صراخ غير مبرر. والمرحلة الثانية انه بمرحلة ال6 شهور الولد ببلش يعني ينتبه على ما حوله. صحيح. فبتبلش الام بتمسكه مثلا الالواح الالكترونية، التاب، الايباد، الموبايل، تقعدوا على التلفزيون. هي هون بقمة استمتاع انه انا ابني الحمد لله ساكت وقاعد عم يتفرج على التلفزيون، وانا قدرانة انهي كل اموري تبع والتزاماتي تبع البيت، لانه هي بنعرف في عندها التزامات، يعني في عندها التزامات ثانيه. ولكن هي بالحقيقه في خطر نحن هلا عم نواجهه، خطر كثير كبير، واللي هي الرسائل الخفيه يلي مزروعه ضمن افلام كرتون. نحن هون عم ناسس بنيه سهله جدا وهشه جدا. صحيح. فوقت بيتعرض الطفل بمرحله الوقت بيكون يافع ومراهق، بنلاقي انه تغير علي ابني، مو هي الاخلاق اللي انا زرعته فيها، ما هن هيئوه باللاوعي، يعني ترسخت هي الصور يلي مقسمه لواحد على 600 اجزاء من الثانيه، تصوري
ما عم تشوفها العين المجردة، ولكن هي الصور إن كانت سيئة أو صور غير لائقة للطفل عم تنزرع بالعقل اللاواعي، عم تتكدس وتتراكم في مرحلة لاحقة فيما بعد عم تطلع بالتصرفات هي السلوكيات. وعم نلاقي إنه الطفل في عنده عنف، في عنده عنف غير مبرر. صحيح. تماماً. هي بالنسبة لمرحلة منذ الولادة لعمر 3 سنوات. أما من عنا مرحلة 4 و5 و6 سنوات، هون مرحلة اللعب. واللعب يعني خليه يتحرك بالفعل. الطفل يلي بتلاقيه انه هو ما عم يتحرك، يا الله دخيل قلبه انا شو بحبه لابني، انه ما بيتحرك، ما بيقوم من على الكنبايه، هادي جدا. لا، نحن هون بدنا نتنبه انه هذا الطفل غير سليم، في عنده مشكله معينه. الطفل بهالعمر لازم يتحرك ولازم يكتشف، لازم يسأل، في عنده أسئلة كتير. هون ببلش بقى بيسأل الأم يلي المنشغلة عن ابنها، فبتقله خلاص ضيقت خلقي من هاي الأسئلة، كل شي بدك تسأل. إيه، كل شي بده يسأل، لأنه أنت المرجع الأساسي لإله. خليه تكوني أنت المرجع الأساسي والصادق بالنسبة إله، أحسن ما تكون وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي المرجع لإله بإنتاج هي المعلومات اللي هو عم ياخذها، وممكن تكون صحيحة وممكن تكون غلط. في حتى مقولة وهون نحن في عنا الطفل بيراقبك، بس انت ما بتكوني انت عم تعرفي انه هو عم يراقبك وعم بيشوف بالفعل انه هو مراية الاهل. طيب كيف؟ في مقولة او حوار للدكتور مصطفى ابو سعد، حوار كثير لطيف بين الطفل وامه وابوه. فكان الطفل عم يقول له لوالده: عندما ظننت انني لم اكن انظر اليك فرايتك تصلي فعرفت ان هناك رب يعبد، وعندما ظننت انني لم اكن ارى فرايت انك تعدين الطعام لقريبتك المتعبه فعرفت ان هناك احسان، وعندما ظننت انك لم اكن انظر اليك فرايت انك تاتي بالرزق الوفير وتوزعه على الفقراء فعرفت ان هناك من يملك المال يعطي من لا يملك. فنحن بهي المرحله الطفل هو بمرحله رادار كامل عم يتلقط منا، تمام، عم يرصد اهله كل تفصيل. وهي كثير جزئيه مهمه لازم نوقف عندها لما نقول اثر التربيه في سلوك الطفل. يعني تماما اثر التربيه لما يقول لك انا ما بعرف ليش ابني هيك طالع، ما هو بالاخير مرايتك. يعني الولد سفنجه بيمتص كل هي التفاصيل من البيئه المحيطه، واولا الام والاب، ودائما الملام الام، لا مع انه هي جزئيه تشاركيه 100%. بس خلينا نوقف عند هي النقطه لما نحكي عن قواعد التربيه الصحيحه اللي بيختلف عليها الكل. يعني انا هلا عندي بنت صغيره عمرها 3 سنين، اذا بقول لك القواعد انا بدي اختلف حتى مع والدتي مع اي جزئيه، لانه تختلف، بيختلف العصر، بيختلف الجيل، بتختلف البيئه اساسا والمحيط اللي نحن عايشين فيه. خلينا نعطي بعض الجزئيات او بعض القواعد الصحيحه لكل الناس اللي عم تتابعونا اليوم، لانه بالاخير انت مو قاعده لحالك، كل العالم بدها تشاركك للاسف. تمام. بالتربايه، بالتفاصيل، بدها تملي عليك بعض القواعد اللي هي، بس خلينا نعطي قواعد سليمه صحيا ونفسيا للاهل للطفل، خصوصا في جزئيه من 3 سنين ل6 سنين. هون مثل ما قلنا هون بيكون رادار مراية. بيرصد مرايه الاهل، فعليا بناء شخصيه للطفل بهي الفتره. الفكره الاساسيه واللي كثير مهمه انه نحن ما نربي اولادنا مثل ما نحن تربينا على القواعد نفسها اللي نحن تربينا عليها. فالام بتلاقيها بتقول لك انا بدي ربي اولادي مثل ما انا تربيت، بس ولكن حلو كثير هي الفكره، بس ولكن في عندك معطيات تغيرت من حولك، انت ما فيكي تربيهم مثل ما انت كنتي، نفس سلوكيات التربيه، نفس القواعد، نفس القوانين اللي انت تربيتي عليها، ولكن نحن بدنا نكون مسايرين للواقع، متعايشين معه، قدرانين نخلق توازن فيما بين هذا الواقع. كثير مهم حضرتك فكره ذكرتيها انه التربيه لا تتعلق بس بالام، وانما تتعلق بالام وبالاب وبالجد والجدة وكل مين عم يشارك بهي العمل. كيف بيكسر لك القواعد اللي بتحط فيها؟ تماما. كل البيئة المحيطة. أكيد. لأنه بمرحلة من المراحل الأم بدها تتصيد الإيجابيات. صحيح. بدها توجه السلبيات.
بدها تحفز، نحن بنسميها النميمة الإيجابية والغيبة الإيجابية، حكولي عنك، أنا هون عم بتبع أسلوب إنه يا ناس ساعدوني، أنا بدي وجه سلوكيات ابني، أنا بدي عدل سلوكيات ابني. مثل ما بتعرفي إذا أنا وياكي عم نحكي سيرة فبتلاقي الولد هيك بيتلصلص شوي وبده يسمع الحكي، بده يسترق الحكي، بده يسمع شو نحن عم نحكي. طيب شو بيصير إذا هو استمع للسلوكيات سلبية هو كان عم يقوم فيها طول النهار؟ عذبني، جنني، نكت لي البيت، أنا هلكانة بالركض وراه، هو شو حيصير في عنده؟ تعزيز لهي السلوكيات وعم يثبت إني أنا موجود، أنا بدي أشغل، بدي إياكي تهتمي فيني، أنا موجود هون. حتى بنلاقي إنه إذا كان في ولد تاني بتبلش بقى بتعرفي عنده سلوكيات الغيرة تظهر، عم يقول لك أنا موجود. طيب خلينا نعكسها لهي المعادلة، تحكي عنه بس بالإيجابيات وتسترقي الإيجابيات يلي هو عم يشتغل عليها. شفتي اليوم ساعدني بس بصوت وبأسلوب كمان نفس اللي أنت عم تحكي أنت وجارتك أنت ورفيقتك نفس الأسلوب، ولكن هون إحنا بس عم نعدل الحكي. شفتي ابني اليوم ساعدني، اليوم ضب معي، كل إيجابية هو عم يشتغل عليها أنا بدي استثمرها لإلي. هي أول شغلة إنه حكولي عنك، تمام، حكولي عنك كتير مهمة، إنه شفت جيراننا اليوم أو أهلنا أو تيتا أو عمي أو خالي حكت لي عنك إنه أنت وقت كنت عندهم مثلا بزيارة قديش كنت منيح وقديش طاير عقلهم فيك. يعني أنا ضوي دائما على الشغلات الإيجابية بشخصيته له. فأنا هون حقيقة وقت أنا بنبه العائلة المحيطة لإلي إنه أنا هي السلوكيات اللي أنا بتبعها مع ابني، أنا بطلب منكم تساعدوني، ما بطلب منكم إنه تكونوا عبء علي. يعني مثلا شفت ولد مثلا عم يأذي بأي، مثلا هو كتير بحب الاستكشاف، ورجينا إنه هو بيحب الاستكشاف، فأنا مو الغرض إنه إيذاء، يعني نحن بنقول إنه توجيه السلوك الإيجابي أو الإضاءة صحيح. على السلوك الإيجابي، مو الغرض إنه هو عم يأذي، الغرض إنه هو عم يستكشف هذا الأشياء اللي بين إيديه. وبصير أنا بقول له إنه ماما أنت هيك، إذا هيك عم تساوي هيك رح يصير هيك، شو نتيجة هذا العمل اللي أنت رح تعمله، تمام. فبصير أنا بقول له إذا نحن بدنا نحكي على إحنا وصلنا لسبعة ثمانية تسعة، نحن هون عم نزرع الثقة بالنفس وعم نرسم الشخصية، نرسم الشخصية نقولها. بس بكامل بقى ملامحها. طيب تمام. استاذ النسور هون كمان في يمكن شويه محاذير انه لازم الاهل ما يعملوها، لانه هي بتعلم مثل ما بيقولوا بشخصيه الطفل، بيضل ما بينساها ابدا. خلينا نحكي كمان عن هاي المحاذير. هلا باي مرحله عمريه لحتى انا اقدر انا اعطيك اياها هاي المحاذير، فانت باي مرحله عمريه بدك اياها؟ اذا احنا عم نحكي عن المرحله العمريه من واحد من اول ما يولد لعمر 3 سنين، فهون هي محاذير التعنيف، الصوت العالي، دائما التخويف، هذا الشيء بيأثر على الطفل بحد ذاته. إذا ما كان عندنا تبول لا إرادي بصير في عندنا تبول لا إرادي، إذا ما كان في عندنا عنف فبصير في عندنا عنف، إذا كان في عندنا نوبات غضب، وهي الأم كثير هون بتكون محرجة بالتعامل معها بمحيطها. وإذا نحن بدنا نحكي عن محاذير هي المرحلة، إنه أنت لا تلتفتي للمحيط ابدا، مو ابنك الاول والاخير اللي عنده نوبات غضب. باللحظه اللي انت عم تنتبهي لابنك انه هو على فكره كثير ذكي ودارس شخصيه الام بدراسه فظيعه، وبيعرف انه شو نقاط القوه اللي بشخصيه امه، وبيعرف شو نقاط الضعف، معناتها انا هلا اذا بكيت فهي شو رح تعمل؟ رح تلبي لي مطالبي، فهو دارسها مزبوط. وقت الام بتتجاهل هي نوبات الغضب وبتصير يعني توجه اهتمامه لا شغلة تانية وما تحاول تهدئه، اسكت ماما في حوالينا عالم، فهو عرف انه هي نقطة ضعف بالنسبة له بالنسبة لأمه، فبيصير بده يعيط أكثر، بده يصرخ أكثر. فبكل بساطة هي بدها تكون كثير هادئة، قادرة تعمل كنترول على نفسها، ما تورجي انه أنا مزعوجة من نوبة الغضب يلي أنت وصلت لإلها، وبالعكس تكمل بشكل طبيعي، ما تهتم للأشخاص اللي حواليها إنه شوفي ابنك شو عم يعمل، شوفي ابنك شو عم يصرخ، شوفي كذا، لا 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 لا، أنا في عندي نوبة غضب بدي أتحكم فيها. هي مرة واحدة إذا قدرت تتحكم فيها نوبة الغضب، بيعرف الطفل تماما إنه الصراخ والبكاء مو هي الوسيلة لتلبية رغباته. نعم،
يعني استاذة كمان خلينا نحكي عن مثل ما قلتي في مراحل متعددة. تماما. بلشتي من الثمانية لل بلشتي من الصفر للثلاثة، حكينا عن محاذير. وهلأ فينا نحكي من الأربعة للستة، أربعة وخمسة وستة. أهم محاذير بهي المرحلة أنه ما أكون أنا المرجعية والمصداقية وما أقدر أني أنا أعطيه اهتمام بهي المرحلة. يعني أنا وقت ابني عم يحكي، وقت أنا ما وجه أني أنا مهتمة بالحديث اللي هو عم يحكي، وقت أنا أعطيه معلومات غلط، هي أهم المحاذير بهي المرحلة. وقت أنا أعطيه معلومات غير مصداقية يلاقي أنه مو ماما يلي كانت صادقة معي. وقت أنا أكون مالي منتبهة على الكلمات والألفاظ والسلوكيات، لأنه مثل ما قلنا أنه هو مراية الأهل. يعني كل تصرف كل سلوك الأهل عم يتصرفوا فمباشرة الولد. يعني مثلا هي نعرفها مثال كتير وارد، أنه بيرن التليفون بالبيت لولو مو هون، فهو مباشرة تعلم الكذب. يعني مباشرة للأسف بعض الحالات مثلا أنه إيه ما في مشكلة أخذنا هذا الغرض، لا هون في مؤشر كتير خطير، أنا عم علمه لطفلي أنه الاستباحة أغراض العالم هون بيؤدي للسرقة فيما بعد. كل سلوك أنا عم بتصرف وأنا بدي يكون منتبهة لسلوكياتي، منتبهة حتى للألفاظ، لأنه هون مثل ما قلت لك أنه بيصير بيتلفظ بنفس الألفاظ يلي الأهله عم يتداولوها، وهون بيوقعوا بمشكلة قدام العالم. ليشك حكيت؟ طيب معناتها نحن بدنا نعمل مراجعة. لا. شو نحن حاكين؟ مو بس كمان أحيانا بيضحكوا، يعني ابنك عاد الجملة اللي أنت حكيتيها بتضحكي بأول سنتين ثلاثة على ست سنين بتقولي له عيب. هون عم بيكون في جزئية أنه أنت سمحتي لي وهلأ ما عم تسمحي لي. تماما. كثير من التصرفات عند الأطفال وعند هي مرجعيتها بتكون الأهل، يعني تماما. أنت قبلتيها قبل سنتين هلأ ليش لا؟ كمان هي بتزعزع نوعا ما من خلال التربية كثير 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 بتزعزع. يعني انا ما عندي صار ما عندي قيمه، لا ما عندي قيمه، يعني الطفل هون ما عاد عنده قيمه لهذا السلوك، ما بيعرف الصح من الغلط. تمام، ما عاد عرف الصح من الغلط. في شغله كمان كثير كثير مهمه، انه نحن بنضحك على الاطفال وكيف طريقه خروج المخارج الحروف باول حكيهم. حقيقة نحن هون قدام مرحلة خطيرة، نحن قاعدين هلا هون عم نضحك عليه، بس بعدين نحن رح نحتاج لمعالجين للنطق لحتى يصلحوا مخارج الحروف، واساسا هو ما حيعرف انه هو كان عم يحكيها غلط، طيب حكاها غلط، يعني هي اول مرحلة انه هو حكاها باسلوب غلط ونحن ضحكنا عليه، الغلط الثاني انه نحن بالاساس ضحكنا عليه، فهو زعزعنا له ثقته بنفسه، يا ترى انا هذا السلوك صح؟ يا ترى انا هذا السلوك غلط؟ يا ترى انا شو لازم اعمل؟ يا ترى انا كمل فيه واحكي هيك بهي الطريقه؟ صحيح. فهون نحن في عنا زعزعه قيم، في عنا زعزعه سلوك، في عنا كثير مبادئ نحن بدنا نكون منتبهين كيف عم نزرعها في هذا الطفل. اكيد. قلت لك انه هي هندسه حياه كامله، التربيه هي هندسه، فانا اذا في عندي بناء وهذا البناء كانت اساساته غير قويه، فباي هزه هو هذا البناء معرض للانهيار. قد ما حطيت له دعامات، قد ما اشتغلت عليه، النبتة أول ما بتطلع بتقدري أنت تقوميها، بتقدري تميليها، بتقدري تعطيها اتجاه معين، ولكن بس لحتى تصير شجرة، وهي الشجرة تكون كتير كبيرة وإلها جذور وإلها امتدادات، صعب ترجعي تقوميها. نحن ما طيب بأي سن صعب تعديل سلوك الطفل؟ بعد 18. نحن تحته بنقدر نعدل السلوك، لأنه أنت في عندك بمرحلة 11 و12 و13، هي المرحلة نحن هون بنبلش نطور الذكاءات، يعني نحن عم نهتم بالذكاءات، إن كان ذكاء اجتماعي ولا ذكاء رياضي، ذكاء المنطقي، ذكاء الفني، فنحن هون بدنا نشوف شو نوع الذكاءات يلي موجودة عند الطفل وأنا عم نمي له إياها. وقت أنا وجهه لا واهتم بالذكاءات الموجودة عند الطفل، فأنا بعدته عن الأجهزة الإلكترونية يلي هي حقيقة دمار لشخصيته، دمار لتواصله مع المجتمع. حتى هون أنا بكون عم وقت بكون في عندي نت طول الوقت، في عندي موبايل طول الوقت، ألعاب طول الوقت، ألعاب دائما عم تكون فيها قتال وعنف، هون أنا عم بلغي له الذكاء الاجتماعي، ما عم خليه يقدر يتواصل اجتماعيا بشكل صحيح مع محيطه.
حتى بتلاقي هذا الشيء بيأثر على الذكاء الشخصي، كيف أنا بدي أطور مهاراتي، لأنه هو بهي المرحلة هو بحاجة ليقوم ليركض ليمارس نشاطات ليمارس هوايات لينمي هي الذكاءات. وقت أنا عم بقتل ابني للأسف بإيدي بإني أعطيه هي الألعاب الإلكترونية، فأنا عم قرر لا هدول الذكاءات بالإضمحلال والضمور عند هذا الطفل. نعم، يعني معلومات مهمة جدا قدمتي لنا اليوم، نتشكر وجودك معنا أستاذة نسور. شكرا كثير لكم وشكرا كثير لطرح هذا الموضوع، لانه كثير كثير مهم بحياتنا، والبدايه بتبلش من عند الاهل مو من عند الطفل. الطفل هو نتاج اعمالنا، صحيح. فنحن ننتبه لسلوكياتنا. اكيد الحديث معك ممتع وما بينتهي، لنا حلقات قادمه ووقفات عن تربيه الاطفال، خصوصا ظروفنا الحياتيه المعيشيه اللي عم نعيشها اليوم القاسيه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه.